حق هذا اللوك أول شيء استخدمت اللي هو سوينج ساند اللي هو اللون البيج على كامل جفن العين. بعدين استخدمت دازلينج داون هو أورنج تقريبا على بني، حطيتها بالطرف العين على كريس عيني. بعدين استخدمت اللي هو إيبوني إنجما اللي هو البني الغامج، حطيته على الكورنر وتميت أدمج وأسحب فيه العين. بعدين استخدمت كاكاو كومات اللي هو البني الفاتح، حطيته على تحت العين في صوب مندب درموش وسحبته لفوق العين مع بعض عشان أسوي سحبة العين. وبعدين راح أحط بيور إنك لاينر اللي هو الآي لاينر مالهم الأسود لون غامج حلو على منبت الرموش وأسحب شوية. بعدين راح أحط الماسكرا اللي هي دبل ترابل ماسكرا. الحمرة راح أستخدمها ميتاليك ليبستوك اسمها ميتال ماجنا. إن شاء الله يكون عجبكم هذا اللوك مع وجوه ميتاليك مات كوليكشن. تابعوا قناة وجوه عشان تشوفون أكثر بالفيديوهات.